المقطع ده مقطع شديد الأهمية، شديد الأهمية. الرئيس في لقائه مع أهالينا في مطروح وفي السلوم وفي سيدي براني وفي الجزء ده تحديدا قال حاجة مهمة جدا، قال مفيش حتة في مصر ما اشتغلناش فيها من أول مطروح والسلوم لحد أسوان في الجنوب. وقال الجزء بقى اللي هو فعلا مهم، قال احنا ما خدناش ولا قرار ورطنا بيه مصر في حاجه، بل بالعكس امور كانت كتير خارجه عن ارادتنا احنا، وبالرغم من ذلك تخطيناها. واتكلم الرئيس على مساله الحرب على الارهاب، وهنا مهم جدا ان كلنا نبقى فاهمين انه اي دوله، اي دوله في مكاننا كان في منتهى البساطة تتفرغ تماما بكامل قدراتها، مش بس بقى القدرات العسكرية بل وقدراتها المالية والاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك للحرب على الإرهاب. انت بتتكلم على إرهاب كان بيهدد سيناء، وحرب استمرت تقريبا 10 سنين ضد هذا الإرهاب الغاشم، وعندك في نفس الوقت تهديدات كانت حاصلة بسبب الميليشيات المسلحة اللي كانت موجودة في ليبيا على الغرب. هنا بقى أنا بتكلم على السلوم وعلى مطروح وعلى سيدي براني، أدي التهديد التاني. وعندك كانت أزمة في الجنوب، وعندك طبعا خلافات كبيرة موجودة عندك بقى في شمالك من ناحية البحر المتوسط أنذاك. كان مصر أسهل حاجة عندها وقتها، وكان أسهل حاجة في هذا القرار أنه نتفرغ للحرب على الإرهاب وما نشغلش نفسنا بقى لا بتنمية ولا بهيكلة ولا ببنية أساسية ولا بتنمية الاقتصاد ولا بنى مدن جديدة ولا قضاء على عشوائيات ولا أن أنا أحاول أوفر فرص عمل ولا أعمل حياة كريمة. طيب وفي نفس الوقت يحصل كل ده ويروح هوب جاي لك كورونا، وبالرغم من ذلك أنت ما وقفتش، وهوب تروح لضمة معها الحرب الروسية الأوكرانية وبرضو ما وقفتش. طيب قول لي هنا سؤال للعقلاء فقط، غير العقلاء بجد يمتنعون بقى. ايه العقلاء؟ هو احنا اللي اخترعنا الارهاب والاخوان المسلمين وقادتهم ورئيسهم ومرشدهم هم اللي عملوا كده بلدنا، هم اللي عملوا كده في ليبيا على سبيل المثال، واحنا اللي اخترعنا الكورونا ولا عملنا حرب في روسيا واوكرانيا ولا لينا دعوه؟